ومن السنة أن ينام الإنسان على وضوء، هذا من السنة. فلو كان السؤال يعني عن حكم هذا، فهذا سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يستحب لمصطفى والمشاهدين الكرام يعني المحافظة على الوضوء قبل النوم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الوضوء: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والوضوء حتى يعني لو جمعنا الأحاديث كده هنلاقي أنه سبب عظيم من أسباب التجاوز عن الذنوب والآثام. يعني العلماء لما تحدثوا عن إيه الأسباب اللي ممكن الإنسان يقوم بها من أجل محو الذنوب والآثام وكده، مع غير الكفارات بقى والصدقات وكده، قالوا العبادات طبعا مثل الصلاة والصيام وخلافه، قالوا ومن أهمها الوضوء. من أهمها الوضوء، حتى جاءت رواية يعني سيدنا النبي قال فيها حاجات كتير كده، فقال في النهاية حتى يخرج الإنسان يعني مع غسل آخر عضو بقى اللي هو الرجل، يعني قال حتى يخرج الإنسان نقيا من الذنوب. ولذلك فمستحب فكرة الوضوء دي مستحبة معانا في كل حاجة. هنقرأ القرآن يبقى محتاجين وضوء، الإنسان هيخرج من البيت يستحب أنه يتوضأ، دخل البيت يستحب أنه يتوضأ ويصلي ركعتين، مثلا دخل المسجد يستحب أن يكون على طهارة، وهكذا يستحب أن يكون على طهارة، لأن الطهارة تحتاج أو تستلزم أن يكون هناك وضوء أو اغتسال يعني، والاغتسال وضوء وزيادة. فمعنى هذا أن الشرع كلما رغب فيه معناه أن الإنسان هيكثر منه، يبقى كده اكثار من التعلق بالأسباب التي تمحى بها الذنوب والآثام.